الجنة. دوري 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 يا زمير دوري 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 يا زمير ما تقولي الشوطة الخنزيرة الشوطة الخنزيرة. ما شاهدناه الليلة الماضية حقيقة هو يعتبر من الأعمال الأشد حضارة التي تقوم بها إسرائيل، وهي حقيقة ماضية في هذه الحضارة وفي هذه ارتكاب المزيد من القضاءات ضد الشعب الفلسطيني، ضد الأقصى، ضد القدس، ضد الشعب الفلسطيني. طبعا الرسالة التي يرسلها الشباب من هذا الموقع هنا من داخل حيفا هو أننا جزء من شعب فلسطين، وأن ما يحصل لشعب فلسطين في كل مكان هو موجه إلينا أيضا. إسرائيل منذ عشرات السنين تمارس القمع في كل فلسطين، ولكن في الآونة الأخيرة طبعا مضت أكثر في هذا الاتجاه، بحيث بدأت تلغي حتى التمييز بين الفلسطينيين 48 و 67 من حيث المعاملة. لذلك هذا الجيل الجديد فهم هذه الرسالة وتصرف على هذا النحو، باعتبار أن فلسطين كلها تابعة للشعب الفلسطيني، وأن منظومة القهر لا تنفذ أو لا تمارس القهر ضد شعب فلسطين في الضفة والقطاع وفي الكرن، إنما أيضا تنفذها هنا، ولا تريد للشعب الفلسطيني أو لأبناء الشعب الفلسطيني الذين ناجوا من تطهير العرق عام 48 أن يصبحوا حتى مواطنين متساويين في ظل دولة هم يدعوا كانوا يدعوا سابقا أنها دولة ديمقراطية، في حين أن اليوم إسرائيل تعلن عن نفسها جهارة أنها دولة نظام أبارتهايد، عنصرية استيطانية استعمارية. وهذا هي الحقيقة منذ ما قامت قامت إسرائيل، لكن العالم لم يكن يدرك ذلك. الآن إسرائيل بمرضتها الوحشية تؤكد ذلك، وأيضا رد الشعب الفلسطيني كوحدة واحدة أيضا يؤكد ذلك. طبعا نحن كنا نطمح أن يكون الرد أكبر بكثير وعلى مستوى التحدي حقيقة، ولكن هذا أيضا منوط بالظروف الموضوعية والذاتية ومن يحكم الشعب الفلسطيني اليوم. للأسف فإن هناك أيضا المنظومة السياسية متآكلة الرسمية أعتقد، ولكن إن شاء الله الجيل الجديد الذي يقوم الآن بدوره سيتصاعد دوره وسيطور دوره ويصبح هو في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني المتجدد ليحرر هذه الأرض من منظومة القهر الفاشيه.